الفريق اللي أخذت منهم الأظرف والأظرف تدخلوا في شيء ما يتدخلون، المفروض انهم ما يتدخلون فيه، فخصم من نقاط الفقرة، مش من رصيد المتسابق، من نقاط الفقرة على الفريق الجوي والفريق البحري. خصم لأنك تدخلت في حاجة من تخصص الإعداد، أنت حرقت أحرقت الفقرة يا عامر. إلا لا أنا اللي حق هذه نقاط دبل، كلنا متنافسين على برايم. إيه ما هو أنت اللي تحسبها. ها أنت تحسبها. طيب الإعداد يوم إنه يخصم عليه يتكلم ورا ما يجيب موضوع الكحة. إحنا الحين هذا شغل الإعداد صح؟ طيب. ما هي بشغلتك ولا هي بشغلتي. ما تحسبها لا أنت ولا فريق فريق البحر. ما شاء الله الإعداد. الثالث حاسبين. ما أسمع. الثالث حاسبين. الثالث ما أعطوني، أعطوني واحدة فاضية ما أعطوني شيء. ثلاثة أوراق. قالوا حتى قالوا أعطيناك عشان تكتب. سم يا فلاح. يفهمون عامر يقول إنهم يكحون أو شيء زي كذا. إيه. حنا شايفين نايف يوم التفت عليهم ومشيناها عشان كحه والله ما كحينا ولا والله لا بسيطه 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 من ناحيه عندي عندي لا بسيطه السمع. بسيطه بس كنترول على الخصم الفريق الجو البحر كم او عطني النتائج بلا صح طبعا الفريق الاول راح ياخذ 1500 الفريق الثاني 1000 الفريق الثالث مفلس صفر الأول مين؟ حلو هذا بعد الخصم ولا قبل الخصم؟ حلو حلو تمام أبا أقول الفريق الثالث اللي ما أخذ ولا نقطة معنا اليوم ومعوض والفقرة الجاية إن شاء الله يأخذ الأول ولا الثاني ويطلع بفائده بالفقره اسكتوا 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 كلكم دارين لانكم كاتبين ففريق الجو للاسف انه مفلس بس شرف المحاوله هذا يكفي الان بين المركز الاول والثاني وبيلي واحد من هنا يا ريجيل واحد من هنا جاء نظاري نبى واحد من هنا ضاري وحمد حمد من اي جيب 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 ورقتك فريق ورقة شفتك أخذتها ونزلتها فأنا أبي الورقة زين حط لنا